تحياتي للكابتن شوبير، والف مبروك يا كابتن على البرنامج الجديد، وربنا يكرمك ان شاء الله، وانت تستاهل كل خير، وان شاء الله دايما معانا ان شاء الله. حسيت كان صعب النهارده الجمهور ده يروح زعلان؟ كان عندكم الرغبه من اول يوم ان احنا لازم نصالح الجمهور، لازم نرجع بالسوبر؟ طبعا طبعا طبعا. بص دوت مفيش اختلاف عنها خالص، هو احنا كلنا كنا مركزين من اول يوم، مش من اول يوم، من اول يوم رجعنا فيه من بعد خساره السوبر الافريقي، واحنا كلنا مركزين في البطوله ديت، ان دي كانت اول حاجه احنا نلعبها، وكلنا مركزين ان احنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لازم نرجع في البطوله. الحمد لله ده اللي حصل، ده اللي حصل، لان احنا كنا محتاجين دي، محتاجين دي. ما ينفعش كنا نخسر بطولتين ورا بعض، ما ينفعش جمهور الاهلي كان يمشي بطولتين ورا بعض زعلان، فدي كانت حاجه جوانا كلنا كنا مركزين وعايزين كده. فالحمد لله يعني اديك شايف النهارده احنا 120 دقيقه، اللعيبه كلها تعبت ازاي، اللعيبه كلها كانت مش قادره ازاي، بس كله كان عنده يقين ان احنا هنكسب، ده اللي حصل فعلا. حتى في ضربات الجزاء بعد ما يوسف ضيع كنا واقفين مع بعض، قلنا يا جماعه هنكسب ان شاء الله، ربنا مش هيضيع تعبنا. وحتى كابتن سامي قمصان بعد قبل ضربات الجزاء قال لك يا جماعه توكلوا على الله، احنا ما حدش يعني ربنا مش هيضيع تعبنا، لان احنا تعبنا وتعبنا جدا في الماتش ده كمان النهارده اكتر من الماتش اللي فات. يعني السوبر الافريقي يمكن احنا قصرنا فيه، وكلنا عارفين بحاجه زي كده، واللعيبه كلها كانت عارفه حاجه زي كده. عشان كده اديك شفت النهارده الروح كلها، كان كله بيلعب ازاي وكله كان بيعمل ازاي، فدي الحمد لله يعني كانت كبيره. وكنا عايزين نروح جمهور نادي الاهلي النهارده مبسوط، وده الحمد لله اللي حصل. كابتن حسين، كابتن شناوي بتكلم معاه، رام ربيعه، نيدفيد، قالوا رساله مهمه جدا، احنا كلنا اتفقنا احنا مش هنطلع من الملعب ده اللي احنا واحنا معانا الكاس. اعتقد الرساله دي كانت مهمه جدا. بالظبط بالظبط بالظبط، وده اللي عملنا. عشان كده قلت لك احنا تعبنا من اول يوم احنا رجعنا فيه من بعد السوبر الافريقي، فعشان كده بقول لك احنا كلنا كنا مركزين، اللي هو اللي يضيع يضيع، اللي يعمل يعمل في الماتش بقى، في ضربات الجزاء، في اي حاجه، احنا كنا مركزين ان احنا نكسب الماتش باي طريقه ممكنه بعد توفيق ربنا طبعا. يعني ربنا الحمد لله كان رايد، فدي كانت حاجه كبيره جدا. بعد توفيق ربنا كلنا كنا مركزين ان احنا نحقق البطوله، محدش هيطلع الا لما يكون بص ان شاء الله البطوله معانا، ده اللي حصل فعلا الحمد لله. يعني اديك شفت بعد ما احنا كنا هنكسب في ضربات الجزاء اتحولت، اديك شفت الفرصه اللي انا ضيعتها، شفت فرصه وسام، شفت الكورتون بتوع العارضه، شفت النهارده احنا كنا مركزين ازاي، بس الحظ ما كانش معانا، الحظ ما كانش معانا فعلا. احنا لو كان الحظ معانا الشوط الاولاني كنا على الاقل هنطلع 2-0، على الاقل 2-0 فعلا، فاهمني؟ فهو في الاول والاخر دي نصيب ودي الكوره، وده وارد في كل الاوقات وفي كل العالم، بس اللي جاي احسن، وان شاء الله نركز في اللي جاي. وانا واحد من الناس لازم اركز اكتر من كده على الفرصه اللي انا ضيعتها، لان انا مش بضيع الحاجات ديت، فان شاء الله تبقى اللي جاي احسن ان شاء الله، وان شاء الله اركز في اللي جاي اكتر انا وزمايلي ان شاء الله.